شيء أنا عايزة أقول برضو، وكل أخواتي من الـ30 امرأة، I'm sure إن هم يعني معايا في دي، إحنا مش بننافس بعض خالص، إحنا مع بعض، وإحنا ولو إحنا في تنافس في إن إحنا في الخير يبقى تنافس في الخير. بس أنا قصدي يعني إحنا أولاد البلد دي، بما إن إحنا كنا عايشين برا أو عايشين برا، بس إحنا برضو أولاد البلد دي، فإحنا مش مختلفين عن المرأة اللي موجودة في مصر دلوقتي. دول أخواتنا، إحنا واحد، اللي بتربطنا ببعض إحنا مصريين. أنت عايش في البلد دي أو عايش في البلد دي، إحنا لسه مصريين. فإحنا مش حاجة يعني شخصية مختلفة وجايين ننافس المصريين هنا، لا، إحنا جايين نحط إيدنا في إيد أخواتنا ونعمل حاجة لتنمية البلد زي ما الدكتورة قالت. وفي نفس الوقت كمان احنا بنشتغل مع بعض، يعني في تعاون، في حاجات بتربطنا ببعض، ممكن مجالات مختلفة. هو بس انتي لو بتردي على الأستاذ هاني في النقطة دي، هو يقصد ان في هنا برضو الناس في الظروف الصعبة دي قدرت تنجح. بس هو يمكن الاختلاف اللي انا يعني لو تسمحي لي يعني 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 اضم صوتي لصوتك في حاجة. طبعا مفيش اختلاف، احنا كلنا مصريين ومصريات، ولكن الاختلاف في حاجة، ان في حد عاش في مجتمع مختلف قدر ينقل منه او قدر يتعلم منه حاجه، زي ما الدكتوره جيهان قالت ان مثلا ممكن في المجتمع الفرنسي في مازال في ظلم وفي عدم مساواه ما بين ده مش موجود عندنا، ولكن طبعا عندهم احترام للعمل وعندهم صبت. ازاي جديه في اقدر اخد الكويس اللي موجود هناك. هي دي هي اللي ناقصنا، الانتاج هي اللي ناقصنا، القيم في الشغل، الورك اثكس، ان احنا ناخد الشغل جد، ان احنا نهتم بالكواليتي، الحاجه بتاعتنا ان يكون حاجه مستوى يعني كويس. احنا ينقصنا ان زي ما انت قلتي، مش هختلف، بس هقول بس نقطه نفكر فيها برضو من ناحيه غل الاسعار. لما نيجي على التجار برضو نفكر برضو، التاجر ده هو بينتج شيء، لما هو بينتج في فلوس هو بيصرفها عشان ينتج الحاجة دي. لما الكهرباء بتزيد، لما سعر المية بيزيد، لما في أسعار بتزيد الخامة اللي هو بيستخدمها، فهو غصب عنه بيضطر ان هو يزود السعر. لا، هو ده مش ده اللي بنتكلم عنه، احنا بنتكلم عن يعني ممكن فعلا المصنع تقصدي حضرتك، ممكن يكون حاجة غليت عليه فبيحط هامش ربح أعلى لأن هو الأسعار عليت عليه، لكن احنا بنتكلم عن استغلال بعض التجار اللي هو يجي مثلا او مثلا في حضرتك المواصلات دي، مثلا هو الناس مثلا البنزين غلي بقيمه كذا فقط، فهو زود. يعلي زياده قوي. مثلا حد راح يشتري حاجه في نفس اليوم، وليكن الاكل، ان اكل الناس بتاكله، البيض مش عارف ايه، فتلاقيه زود. ده التجار الوسطاء اللي في النص، صحيح. مش المصنع، المصنع طبيعي هتلاقي ارتفاع الاسعار هيأثر على سعر المنتج، يعني ان هو بيحمله بقى للكهرباء والميه وكذا وكذا، لان ده فعلا مختلف عن ده. احنا عندنا غياب للرقابه، وده اللي بيخلي فيه جشع وفي استغلال من بعض التجار. دي مهمه ودي محتاجينها. وانا معلش سوري، انا اسفه، هقول بس اخر حاجه، يعني بالنسبه برضو العامل مشروع هنا في مصر او اللي هو بيفكر يستثمر في مصر، في عندنا برضو حاجات كويسه تشجع الواحد يستثمر، وفي حاجات برضو ممكن تكون اوبستكل شويه، زي مثلا رفع النسبه بتاع القروض وكده في البنوك وكده، دي ممكن تكون حاجه برضو بتاثر على المستثمرين اللي هم موجودين في البلد. لان انا عايزه اقول لك الحل في ايه، ان احنا النهارده لو في مصنع واحد سكر، فطبعا السكر هيبقى غالي لان حسب الانتاج، سبلاي اند ديماند. تمام. لو احنا شجعنا مستثمر يجي يعمل مصنعين كمان، فهيبقى في سبلاي اكتر، في الاسعار هتنزل، كله مرتبط ببعض. والحاجة التانية برضو، ان بالنسبة للحتة الرفع الفوائد او الانترست ريت في البنوك، دي حاجة مؤقتا عشان تعالج مشكلة الاسعار اللي زادت دي، وفي حتة برضو الرقابة على الاسعار عشان يقلل من التضخم. بالظبط، التضخم الانفليشن، بس برضو لازم يكون في كنترول، ان ما حدش يستغل الفرصة دي ان هو بشع ان هو يزود الاسعار زياده، اللي هي استغلال التجار. تمام. فانت كل ده مرتبط ببعض، منظومه
محتاجه انها يعني طبعا. الدايره كلها تترابط مع بعض عشان يبقى نقدر نواجه ده بالظبط. اخر حاجه حل، الحل ايه؟ نشجع الاستثمار في البلد، الانتاج. انا النهارده الانتاج والاستثمار. النهارده وزاره الهجره، هي جايبه 3 نموذج وبتشجع، وانا شخصيا دلوقتي بتعاون معاهم ومع وزارات تانية ان احنا نجيب رجال عمال مصريين بالخارج مستثمرين يجوا يشوفوا قوانين الاستثمار الجديد. انت بتشتغلي في ده استاذه نانسي، الحاجات دي